أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام هو في قاعدتي الفراغ والتجاوز، ونحن في مطلب الإجابة على سؤال أنه هل يصدق الغير على المقدمات أم لا؟ قلنا بأنه لأجزاء الصلاة مقدمات، كالهوي الذي هو مقدمة للسجود، وكالنهوض الذي هو مقدمة للقيام. فهل يصدق الدخول في الغير على هذه المقدمات فتجري قاعدة التجاوز في حق من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود قبل أن يسجد، أو من شك مثلا في السجود وقد نهض أو وهو في حال النهوض إما إلى الاستواء جالسا وإما إلى القيام؟ هنالك رأي قيل فيه أنه لا تجري القاعدة في هذا المورد، أي في الشك في حال الدخول في المقدمات، وإنما لا بد من الدخول في الأجزاء المعتبرة في الصلاة، لأن النهوض بما هو في نفسه، وكذا الهوية بما هو في نفسه، ليس معتبرا في الصلاة، لا هو جزء من الصلاة، لا وجوبا ولا استحبابا، ولا هو شرط في الصلاة، وإنما غاية ما هو أنه مقوم لجزء من أجزاء الصلاة، فالهوي مقوم للسجود، يعني بدونه لا يمكن الوصول إلى السجود. النهوض أيضا مقوم للقيام، لأنه لا يمكن الانتقال من حالة السجود إلى القيام إلا بمثل هذا النهوض. فعلى هذا يقولون حيث أنه ليس الهوي ولا النهوض معتبران في الصلاة، ليسا معتبرين في الصلاة لا وجوبا ولا استحبابا، فإذا لا يتحقق في الدخول فيهما الدخول في الغير. ونحن سبق وبينا أو ثبتنا في مبحثنا هذا أن شرط جريان قاعدة التجاوز إنما هو الدخول في الغير. فإذا لا يمكن أن نعتبر هذه المقدمات غير، لأنها ليست أجزاء من الصلاة، ليست معتبرة في الصلاة. مضافا إلى هذا، ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أن إن من شك إن إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. يقول ظاهر هذا القول من المعصوم صلوات الله عليه أن الدخول في الغير لا يتحقق
يتحقق إلا بالدخول في الأجزاء إلى المقدمات، وإلا لقال مثلا: إن شك في الركوع بعدما أهوى للسجود فليمضي، أو وإن شك في السجود بعدما نهض منه فليمضي. هل عندنا هكذا في الرواية؟ كلا. عفوا، من شك في السجود بعدما قام القيام، يقصد القراءة أي القيام، القيام ونور. مو النهوض. لا، شوفوا عندنا نهوض وعندنا قيام. القيام من ما معنى القيام؟ الوقوف، الاستواء، أن يكون قائما. لما نقول فلان قائم، هذا معنى غير فلان ينهض. فلان ينهض غير هذا المعنى. فنحن نفرق بين النهوض وبين القيام. هذا: وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، يعني وصل إلى مرحلة القيام، الوقوف، القيام. صار واضح؟ فإذا يقولون النص الشريف: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، إن شك في السجود بعدما قام فليمضي. فظاهر هذا القول أن المعتبر في الدخول في الغير هو ماذا؟ الدخول في الجزء اللاحق لا مقدماته، وإلا لو كان يقصد المقدمات لقال عليه الصلاة والسلام مثلا: إن شك في الركوع بعدما أهوى للسجود فليمضي، إن شك في السجود بعدما نهض للقيام فليمضي. وحيث أنه لم يعبر بهذا، نقول بأنه لا بد من الدخول في تلك الأجزاء اللاحقة حتى يتحقق شرط الدخول في الغير، وبذا يمكن جريان قاعدة التجاوز. ما دمت ما دخلت في تلك الأجزاء، أنت في مقدماتها، إذن لا يمكن أن تجري قاعدة التجاوز ها هنا. طيب، ما الذي لاحظناه على هذا القول؟ قلنا إن فيه أن الهوي والنهوض مصداقان لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود، فهما غير هذا الجزء. يعني نسأل هؤلاء، نقول لهم: هل الهوي مثلا للسجود جزء من الركوع أو من القيام المتصل بالركوع؟ كلا، سلمنا أنه ليس جزءا من السجود، هذا واضح، ولكن هو أيضا ليس جزءا من الجزء السابق من الركوع. فهل يصدق عليه أنه غير الركوع أم لا يصدق؟ أحسنتم، يصدق عليه أنه غير الركوع، ونحن عندنا إطلاق في الرواية، وهو ماذا؟ دخلت في غيره. أنا شككت الآن في الركوع، صحيح؟ دخلت في غيره، ما هو هذا الغير؟ المقدمة للجزء التالي. شنو المشكلة؟ يصدق على هذه المقدمة، على مثل هذا الهوي، على مثل هذا النهوض، يصدق أنه غير الجزء المشكوك الوجود. قلنا أن الهوي والنهوض مصداقان لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود، فهما غيره، أو وبذا يتحقق في الدخول فيهما، يتحقق بالدخول فيهما الدخول في الغير والخروج من الجزء المشكوك الوجود. خلص، أنا خرجت، أنا الآن في حال الهوي، خرجت من الجزء السابق وهو الركوع، ما دخلت في الجزء اللاحق، مو مشكلة، المهم خرجت من الجزء السابق
وهذا الذي أنا فيه الآن وهو الهوي هو غير ذلك الجزء المشكوك الوجود. فإذا يشمله ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ماذا؟ ليس بشيء. نطبق هذا على ما أنا فيه أجده ينطبق. خرجت من شيء وهو الركوع، ثم دخلت في غيره وهو الهوي للسجود، هذا غير الركوع، فإذا أجري القاعدة. وذلك لأجل الإطلاق في كلمة غيره، ثبتنا أكثر من مرة في مطاوي هذا البحث وجود الإطلاق والعموم في دليل القاعدة، أكثر مرة ثبتنا هذا في المطالب، أن عندنا إطلاق وعموم في دليل القاعدة. فإذن لأجل هذا الإطلاق في كلمة غيره، وإن لم يكن الهوي والنهوض معتبرين في الصلاة بنفسيهما، وإنما لأجل أن الركوع والسجود لا يتقوم إلا بهما. هذا كان ردنا على الاستدلال الأول لأصحاب هذا القول، وهو أن الركوع والسجود حيث أن الهوي والنهوض حيث أنهما ليسا معتبرين في الصلاة، فإذن لا يتحقق أو لا يصدق على الدخول فيهما الدخول في الغير. قلنا لا يصدق بهذا الدليل وهذا البيان الذي بيناه. تبقت نقطة أخرى، وهي ما هي؟ استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. يقولون ظاهره ماذا؟ شرطية الدخول في جزء لا في مقدماته حتى تجري قاعدة التجاوز. فما هو ردنا على ذلك؟ نقول: وأما قوله عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، فلا يوجب تقييد جريان القاعدة، لأنهما مثالان لموارد الشك غالبا. والعبرة إنما هي في ذيل الخبر، وهو قوله عليه السلام: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وفيه العموم والإطلاق لكل ما هو غير، فيشمل ذلك المقدمات كالهوي والنهوض. أتصور أن الجواب واضح.
نقول لهم استدلالكم بقوله عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، على تقييد جريان القاعدة بالدخول في جزء معتبر، هذا غير تام وغير صحيح. لماذا؟ لأنهما مثالان لموارد الشك غالبا، مثالان ذكرا لأنه عادة غالبا هذه موارد الشك. العبرة وين؟ العبرة في ذيل الخبر، القاعدة التي أعطانا إياها الإمام صلوات الله عليه. وما هي؟ كل شيء شك فيه، كل شيء شنو؟ عموم. شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره إطلاق مطلق الغير، فليمضي عليه. فإذا العبرة في هذا، وهذا فيه العموم والإطلاق لكل ما هو شنو؟ غير. كل ما هو غير، والهوي والنهوض غير. فإذا تجري القاعدة في مثل هذا المورد أيضا. زين، اكتبوا. فإن قيل، قد ورد في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد. انتهت الرواية. وهو يدل هذا الخبر، هذا الموثق، موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، يدل على ماذا؟ وهو يدل على عدم كفاية النهوض. لصدق الدخول في الغير وجريان القاعدة.
هذا اعتراض يقف أصحابه أمامنا، يقولون أنتم تقولون بأنه يكفي الدخول في المقدمات لصدق الغير عليها وجريان القاعدة، يقولون لنا ماذا تفعلون مع هذا الخبر موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي يدل على عدم كفاية ذلك وأنه لا بد أن يدخل في جزء لاحق. لماذا؟ عبد الرحمن بن أبي عبد الله يقول: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: رجل، شوف دقق، رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يجلس بين السجدتين، اللي هذه الجلسة هي بحد ذاتها أيضا فيها خلاف أنها جزء أم ليست بجزء. على أي حال، رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، أي أن هذا الرجل الآن في مقدمة جزء لاحق وشك في جزء سابق، مشكوك الوجود، سجد أم لم يسجد، ما قال شك في صحته، سجد أم لم يسجد. ففي هذه الحالة ما المفروض طبقا لقاعدتكم؟ كلام المعترضين لنا، ما المفروض طبقا لقاعدتكم؟ يمضي، دخل في الغير، دخل في غير هذا السجود وهو النهوض، وإن كان قبل أن يستوي جالسا. وإذا بنا نفاجأ أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يسجد. زين، مثال آخر: قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، يعني من السجدة الثانية، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام شنو؟ يسجد. نفس الشيء. فإذا هذا يدل على عدم كفاية النهوض لصدق الدخول في الغير وجريان القاعدة، أي عدم كفاية المقدمة لصدق الدخول في الغير، لا يكفي الدخول في المقدمة لجريان القاعدة. فماذا تجيبون؟ جوابنا هو هذا: قلنا الحديث ناظر إلى الشك بمعنى الترديد. الحديث ناظر إلى الشك بمعنى الترديد بين أداء السجدة الواحدة أو السجدتين. ويدل عليه قوله: رفع رأسه عن السجود فشك، نهض من سجوده فشك. ويدل عليه قوله: رفع رأسه عن السجود فشك، نهض من سجوده فشك. فمحل الإتيان بالسجدة الثانية باق، ما دام لم يقم
أو يتشهد. فيكون ذلك مخصصا للقاعدة. جوابنا هو ماذا؟ نقول نحن حينما نتأمل في هذه الرواية، في هذا الحديث، نجده ناظرا إلى أي معنى؟ الشك ها هنا بأي معنى؟ بمعنى الترديد بين أداء سجدة أو سجدتين. يعني الرجل متيقن من أنه قد أدى سجدة، لكن لا يعلم هل أنه أدى سجدة واحدة أم سجدتين. شك عنده في أنه أدى سجدة أم سجدتين. شنو الحكم في من أدى، في من شك بين السجدتين؟ أحسنتم، الحكم أن يسجد مرة أخرى. هذا شيء واضح. الرجل كان في حالة النهوض قبل أن يستوي جالسا للتشهد، أو في حالة النهوض قبل أن يستوي قائما للركعة التي تأتي، شك في حالة نهوضه، شك في أنه هل أدى سجدة أم سجدتين، وظيفته ما هي؟ إعادة سجدة أو الإتيان بسجدة، هذه وظيفته. طيب كيف استفدنا هذا المعنى؟ نقول الخبر يدل على ذلك. شوفوا، رفع رأسه عن السجود فشك. يعني شنو؟ يعني مو هذا السجود مشكوك فيه، وإلا شلون رفع رأسه عنه؟ أي أكو هنا سجدة موجودة، أكو سجود، هو في حال سجود رفع رأسه عن السجود فشك. المثال الآخر، نهض من سجوده فشك. فإذا لا يعقل أن يكون الشك في أصل السجود هذا، لأنه كيف رفع رأسه عنه؟ كيف نهض عنه؟ صار واضح؟ دققوا في الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. نحن نحمل هذا المعنى على ماذا؟ على أنه لم يدري أسجد السجدة الثانية أم لم يسجد السجدة الثانية. لم يدري هل أنه ما أداه كان سجدة واحدة أم سجدتان. نقول الحديث ناظر إلى هذا المعنى، لا أنه أصل السجود شاك به، لأنه إذا كان أصل السجود شاك به شلون رفع رأسه من السجود؟ هو ده يقول رفع رأسه من السجود، نهض من السجود، فإذا أكو سجود. فإذا شنو يكون معنى كلامه شك أسجد أم لم يسجد؟ هذا المعنى يكون هو شك أنه هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجدها. لاحظتم؟ بعبارة أخرى، هل أتى بهذا الجزء، بهذا الركن، السجدتان معا أم لم يأتي بهما؟ صار واضح؟ الحديث ناظر إلى الشك بمعنى الترديد بين أداء السجدة الواحدة أو السجدتين، ويدل عليه قوله رفع رأسه عن السجود فشك، نهض من سجوده فشك. فإذا ماذا يكون الحكم؟ فمحل الإتيان بالسجدة الثانية شنو؟ باق، تجاوز محل الإتيان بالسجدة الثانية
لم يتجاوز. نعم لو كان قد استوى قائما أو دخل في الركوع وشك أنه هل جاء بسجدة أم سجدتين، بعد في تلك الحالة شنو؟ يمضي. أحسنتم. هنا لا، أكو حكم خاص، أكو ها هنا حكم خاص مخصص لقاعدة ماذا؟ لقاعدة التجاوز، وهو أنه لو تردد بين السجدة والسجدتين، شك بين أدائه لسجدة واحدة أو سجدتين، فإذا كان المحل باقيا سجد السجدة الثانية، فمحل الإتيان بالسجدة الثانية باق ما دام لم يقم أو يتشهد، يعني يدخل في جزء تالي. فهذا في الحقيقة يكون مخصصا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة التجاوز، لأننا قلنا قاعدة التجاوز حتى في أجزاء الأجزاء تجري، والسجدة الثانية جزء من جزء، فلماذا لا تجري؟ نقول هذا تخصيص، والشارع بيده أن يخصص وبيده أن يعمم، فيكون ذلك مخصصا للقاعدة. هذه إجابتنا في هذا الخصوص، ولكن نضيف إليها بيتا من الشعر إنجاز التعبير، نضيف إليها أيضا ما يقويها، وهو: وقد ورد في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآخر، وقد ورد في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآخر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع. شوف العجيب ها، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام: قد ركع. انتهت الرواية. وهو يدل على كفاية الهوي لصدق الدخول في الغير وجريان القاعدة. نقول لهؤلاء المعترضين: أنتم استدللتم علينا بموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله في قضية رجل نهض من السجود فشك، صحيح؟ نقول: لما أعرضتم عن موثق آخر لنفس الراوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، له موثق آخر، ماذا في ذلك الموثق في تلك الرواية؟ ماذا يقول؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود، يعني في حالة الهوي إلى السجود، فلم يدري أركع أم لم يركع. إذا كان الدخول في المقدمة لا يكفي لجريان القاعدة، المفروض ها هنا الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا يجيبه؟ يقول له: يركع، يرجع يركع، مثل ما قال بالنسبة إلى نهض من السجود قبل أن يستوي جالسا أو يستوي قائما، قال يسجد، هنا ما قال يركع، قال قد ركع، خلص جاء بالركوع. فهذا يدل في الحقيقة على ماذا؟ على كفاية الهوي لصدق الدخول في الغير وجريان القاعدة.
إذن القاعدة تامة في المقدمات، غاية ما هنالك أنه في مورد واحد خصصها الشارع بحيث لا تجري في إحدى المقدمات، وهي في حالة الشك بين سجدتين وسجدة، وهو في حالة نهوض. هنا الشارع خصص، قال يسجد سجدة أخرى، والراوي هو واحد، وعن الإمام المعصوم صلوات الله عليه نفسه، وهو الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكلتا الروايتين ماذا؟ موثقتان. الأولى تدل على عدم كفاية الدخول في المقدمة، الثانية تدل على كفاية ذلك. إذن لابد أن تكون الأولى مخصصة في ذلك المورد للقاعدة، وتبقى سائر الموارد جارية تحت القاعدة. طيب، مع هذا المعترضين ما يفكون، هم يجون يعترضون، شو يقولون؟ فإن قيل إن قوله أهوى إلى السجود هو بلفظ الماضي، ولازمه الانتهاء من الهوي فيكون قد دخل في السجود. يقولون هؤلاء أنتم فهمتم الرواية خطأ، الرواية التي تستدلون بها على كفاية الهوي وأنه يصدق على هذا الهوي الدخول في الغير مع أنه مقدمة لهذا الغير. يقولون من قال أن المعنى قلت لأبي عبد الله رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، أنه في حالة الهوي إلى السجود لم يدري أي شك أركع أم لم يركع. لا، دققوا في الرواية، رجل أهوى إلى السجود، لفظ الماضي، أهوى ماضي، ما قال رجل يهوي إلى السجود، لفظ المضارع. الرواية ليس فيها رجل يهوي إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، فيها رجل أهوى، أهوى في لفظ الماضي، يعني شنو؟ يعني الهوي قد انتهى منه، كان ماضيا، ولازمه هو ماذا؟ الدخول في السجود، لأنه إذا انتهى من الهوي فقد دخل في السجود. أنت قائم تهوي إلى أن تسجد، أنت في حالة السجود، أما إذا سجدت يقال لك ماذا؟ قد هويت أو أهويت، انتهى. فإذا تكون الرواية لنا لا علينا. المعترضون يقولون، يقول الرواية لنا ها هنا تدل على أنه لا بد أن ينتهي من الهوي، أي لا بد أن يدخل في ذلك الجزء اللاحق وهو السجود، فحين ذلك إذا شك وهو في سجوده أركع أم لم يركع إذن قد ركع، لا يلتفت ولا يعتني بشكه. ما هو جوابنا على ذلك؟ قلنا هذا مخالف للظاهر،
وإطلاق جواب الإمام عليه السلام بقوله قد ركع بين قوسين أو بين مزدوجين، وإطلاق جواب الإمام عليه السلام بقوله قد ركع دونما تفصيل بينما إذا كان قد أهوى ولم يسجد. وبينما إذا أهوى وسجد يؤيد الحكم بجريان القاعدة في الصورتين. جوابنا، أنتم تكلفتم أنه أهوى بلفظ الماضي ولازمه أنه قد انتهى من الهوي فدخل في السجود. نقول هذا تكلف، هذا نحن علينا ظاهر الرواية، رجل أهوى إلى السجود. يجب أن نأخذ الرواية بمعناها الظاهري لا بمثل هذه التكلفات. لماذا؟ لأنه إن كان المقصود أنه في حال السجود شك في حال الركوع، هو ليش الراوي استخدم هذا التعبير؟ وكان يسأل الإمام، يقول لو قلت لأبي عبد الله عليه السلام مثلا رجل سجد فلم يدري أركع أم لم يركع، ليش قال أهوى إلى السجود؟ إذن أكو فرق. وفي ذلك العصر ما كانوا يعني يطولوها إنجاز التعبير، يعني إذا كان قصده أنه في حال السجد في حال السجود شك، يقول رجل سجد فلم يدري أركع أم لم يركع، بعد يضيف لك كلمات إنشائية هنا أو هناك في موارد أسئلتهم عن الأحكام ما كانوا يستخدمون ذلك، عادة ما كانوا يستخدمون رجل أهوى إلى السجود إذا كان قصده أنه في حال السجود، وليش يستخدم هذا التعبير وهذا اللفظ؟ ما يحتاج. فإذا نحن نأخذ بالظاهر، ثم إضافة إلى هذا نحن نجد الإمام المعصوم صلوات الله عليه بماذا أجابه؟ أجابه بإطلاق قد ركع. هب أن الراوي ما كان دقيقا وكانت عبارته تحتمل وجهين، الوجه الأول أنه في حالة ما إذا انتهى من الهوي وهو في حالة السجود شك في الركوع، والوجه الثاني الذي تحتمله عبارة الراوي أو سؤال الراوي ما هو؟ أنه في حالة الهوي إلى الآن ما سجد وقد شك في الركوع. هذان وجهان صحيح. لما يرد السؤال للإمام المعصوم صلوات الله عليه وهو يحتمل وجهين، إذا كان الجواب يتعلق بوجه دون وجه، الإمام يبين ما يطلق العبارة هكذا. هذا إمام معصوم، مو واحد عادي مثلي ومثلك حتى يجيب بأي جواب. لو كان فعلا المعتبر هو لجريان قاعدة التجاوز ها هنا في مثل هذا المثال هو أن يكون قد سجد، لكان ينبغي للإمام صلوات الله عليه أن يقول نعم قد ركع إذا كان قد سجد، أما إذا كان ما زال في هويه فيعود إلى الركوع. والإمام ما قال هكذا، أطلق العبارة، قال قد ركع، وهذا فيه إطلاق
دون ما تفصيل، بينما إذا كان قد أهوى ولم يسجد، وبينما إذا أهوى وسجد. هذا الإطلاق ما هو؟ بماذا يفيدنا؟ يؤيد الحكم بجريان القاعدة في الصورتين. صار واضح؟ فإذا أولا هذا التكلف مخالف للظاهر، ثانيا جواب الإمام بيدنا، والإمام ما فصل، مع أنه العبارة على حد كلامكم تحتمل وجهين وتحتمل صورتين. ليش الإمام ما فصل؟ إذن كلام الإمام وإطلاقه ها هنا يؤيد الحكم بجريان القاعدة في الصورتين، ما إذا أهوى وسجد، وما إذا أهوى وبعد لم يسجد، في كلتا الحالتين قد ركع، وتجري القاعدة ولا يعتني بشكه في الركوع أي في الجزء السابق. زين، تبقى اعتراض أخير. حاصرناهم هنا وهنا وهنا وهنا، ما خلينا لهم، فجونا من هذا الباب، قالوا أنتم وقعتم في تناقض، لأنه إما تقولون لنا أنه قاعدة التجاوز تجري في المقدمات أو لا تجري، الغير يصدق على المقدمات أو لا يصدق، الدخول في المقدمات يصدق عليه أنه دخول في الغير أو لا يصدق. أما تقولون لنا لا، في حالة ما بعد السجود يدخل في مقدمة في النهوض لا تجري القاعدة، أما في حالة الهوي تجري القاعدة، هذا جمع بين متناقضين وهو محال عقلا، فأرسلنا على بر. فإن قيل إن الحكم بشمول القاعدة لفرض الشك في الركوع حال الهوي إلى السجود، دون فرض الشك في السجود، حال النهوض إلى القيام، هو من قبيل الجمع بين المتناقضين. فارزة، فإما أن يكون الحكم هو عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في المقدمات أو لا يكون، إذا اعترضوا وقالوا إن الحكم بشمول القاعدة لهذا الفرض دون ذلك الفرض، إن الحكم بشمول القاعدة لفرض الشك في الركوع حال الهوي إلى السجود دون فرض الشك في السجود حال النهوض إلى القيام، هو من قبيل الجمع بين المتناقضين، فأنتم تجمعون بين المتناقضين وهذا لا يمكن. فإما أن يكون الحكم هو عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في المقدمات أو لا يكون، حكم واحد لازم يكون، ما عندنا حكمة، وإلا يقع عندنا تناقض، والتناقض محال عقلا. فجوابنا ما هو؟ قلنا إن قاعدة
التجاوز ليست قاعدة عقلية. حتى لا تكون قابلة للتخصيص، كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. بل هي قاعدة شرعية للشارع فيها أن يعمم ويخصص كيفما شاء. كما خصصها بالحكم بعدم جريانها في الوضوء. نقول اعتراضكم هذا لا وجه له، لأنه صحيح هنا وقع ما يشبه التناقض، لكن القاعدة قاعدة تجاوز قاعدة عقلية كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما معا، قاعدة عقلية هي مو قاعدة عقلية. القواعد العقلية لا يمكن أن يقع فيها جمع بين النقيضين، أما القواعد الشرعية فيمكن أن يقع فيها تخصيص. الشارع بيده أن يخصص ويعمم كيفما شاء، مثل ما مر معنا بأنه في الوضوء الشارع أخرج الوضوء عن جريان قاعدة التجاوز وأبقى الوضوء في إجراء قاعدة الفراغ. ما مر معنا ذلك في الدروس المتقدمة؟ نعم مر معنا. فهل هذا يعتبر تناقضا أو جمعا بين متناقضين؟ كلا، الشارع خصص، الشارع بيده لأنها قاعدة شرعية مو قاعدة عقلية. جمع بين النقيضين محال عقلا، مثل جمع بين الوجود والعدم لا يمكن. تقدر تجمع تقول شيء هو موجود وغير موجود، معدوم الوجود في الوقت نفسه لا يمكن، إما موجود وإما غير موجود. أيضا ارتفاعهما معا هم لا يمكن. تقول إن هذا الشيء غير موجود وفي نفس الوقت غير هذا الشيء غير موجود وغير معدوم، ما يصير هذا، إما هو موجود وإما هو معدوم الوجود. فإذا ماكو إمكان في القواعد العقلية للجمع بين المتناقضين ورفعهما معا، لكن في القواعد الشرعية فعندنا عموم وخصوص، وذلك بيد الشارع، ونحن في هذا القبيل من هذا القبيل الآن. فإذا النتيجة التي نخلص إليها في هذا المطلب، هل يصدق الغير على المقدمات؟ نقول فالراجح صدق الغير على المقدمات، والحكم بجريان قاعدة التجاوز إلا ما خصصه الشارع في المورد المذكور. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.